طبعا انا هسه رجعت من برا كلش تعبانه. انا الفت هذا عجبني ان شاء الله ما انزق بيه. شوف الستوري اللي ورا حقول لكم شغله حلوه. اوكي شفت الفلتر حتى لا حد يروج. anyway حبيت اقول لكم انه يوم الاربعاء اكو فيديو جديد على قناه اليوتيوب. الفيديو كلش حلو لهذا حمسكم عليه من هسه، فخليكم جاهزين يوم الاربعاء الساعه 5. هو مقلب وهيك صار في شغلات حلوه، فهسه انا اروح انتج لكم الفيديو لهذا حمسكم عليه. فمن ما مشترك بقناتي من فعل زر الجرس، ارفع الشاشة واشترك وفعل زر الجرس حتى اول ما ينزل يشوفه. وبس احدكم اللي قالوا لي لو ما شال الفلتر احسن، اصلا اني احلى منكم. المهم بدي اقول شغلة، انه اكو عندي تشمتون انه اخر فيديو عندي او حتى شي تشارك انه اخر فيديو عندي ما جاب تفاعل ومدري شنو. يا جماعة الكل يدي انه اخر فيديو عندي هواي جت عليه ابلاغات بكل مو طبيعي، فما طلع ترند ومشاهداته يعني هي زينة مليون شوية بس مو مثل باقي الفيديوهات. فان شاء الله الفيديو هذا اذا ما اجى عليه هواي ابلاغات رح يطلع ترند ويجيب مشاهدات تخبل على عيناتكم. فيا جماعة اي تهمتكم وخليكم جاهزين كلكم للفيديو والفيديوهات، مو بس الفيديو الجاي اللي حتكون تجنن. وبس سو اخر شي حابة اقوله اليوم، انه جاي تقول لي قمر اخر بوست وصل 300,000 لايك، وين البوست الجديد؟ سو باكر حصل لكم شغلات كلش حلوه، من ضمنها اكو بوست ما اقدر اقول لكم شنو بس كلش حلو. فهاليومين خليكم جاهزين اكو بوست جديد يجي.